بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئه الى فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه وذلك بمناسبه ذكرى استقلال بلاده واعرب سموه في البرقيه عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيق مزيدا من النماء والتقدم في ظل قياده فخامته الحكيمه. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه مماثله الى معالي السيد ايمن بن عبد الرحمن الوزير الاول بالجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه.